بسم الله الرحمن الرحيم أيها الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أجمل أنطلق شوطنا السادس في تعداد أشواط هذا الجميل، وهو الشوط الخاص بالإذاعة المهجنات. هذا الموسم تحديات رائعة في هذا الصباح الجميل، ننطلق بالصدارة الشوط، نتابع البداية والاندفاع المتميز الحاضر مع الأمتار الأولى. أرى هناك اللي اندفعت بناموس نتابع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى هناك أيضا من الجانب الآخر الشايبة، نتابع الشايبة في ثاني المراكز اللي انطلقت بناموسي هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم وبقيادة سعيد بن سالم لينيبي. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثاني بئر الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، علي بن هزيم المسافري من ينطلق مع الشاهينية اللي انطلقت بناموسي هذا الشوط. ولكن الشايبة 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 وأرد تسلل من البويضة، أرد تسلل من البويضة بشعار هجن العاصفة وبقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. يا سلام التحدي والانطلاق في الأمتار النهائية، يا سلام البويضة تتسلل تنتزع الصدارة في اللحظات الأخيرة. البويضة مشاهدينا متابعينا الكرام تنطلق بناموسي هذا الشوط وبهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. ولكن العزرة العزرة واللحظات الأخيرة، يا سلام البويضة والمساندة أيضا من مطيلة، تهانينا الهجن العاصفة والتهاني دائما لحمد بن راشد بن غدير. لحظات وصول البويضة ومطيلة إلى خط النهاية المركز الثالث الشاهيني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، والمركز السادس بشه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان برايد المكتوم، والبقيه نحيلهن الى اعضاء خط النهايه. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول البويضه الى خط النهايه، تقطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها 7 دقائق 54 ثانيه، 9 الزامن الثانيه. تهانينا لهجن العاصفه والتهاني لواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. بينما اللي وصلت في المركز الثاني مطيله تقطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها 7